كندير حصص دعم المبصرين رغم انني فاقد البصر. وان الدراري كيراجعوا من تحت 11 اليوم ويقدروا انهم النسبه ديال النجاح الحمد لله ما بين 98 و99%. السلام عليكم، انا حسام معطاوي استاذ لحصص الدعم بالنسبه للثانيه بكالوريا والاولى بكالوريا بالنسبه للمواد جميع المواد الادبيه. كندير حصص دعم المبصرين رغم انني فاقد البصر. بالنسبه لهذ السنه كانت عندي نسبه ديال النجاح الحمد لله ما بين 98 و99%. فالحمد لله رغم بعض المشاكل الصحيه اللي مريت منها بواحد لاكسيدون اللي خلاتني اسابيع ما بين الموت والحياه في شهر مارس، فالحمد لله قدرت انني نتوفق مع التلاميذ ديالي رغم هذا الغياب اللي وقع ورغم هذه الازمه ديال الكوفيد اللي كانت. فالحمد لله قدروا التلاميذ ديالي رغم انهم كان عندهم ضعف الجهوي، فالحمد لله قدروا انهم يحصلوا على ميزه حسن ومستحسن الحمد لله. وبالنسبه للتلاميذ اللي كانوا عندي الاستدراكيه فهما جوج ديال التلميذات وما عندهمش شي نقاط اللي هي طايحه بزاف في الاستدراكيه، عندهم وحده عندها 9.83 وواحده 9.89، اذا فهما قراب من النجاح بشكل كبير. بالنسبه للتلاميذ ديالي فانا كان عندي واحد الميزه اللي كنخدم بها، فكنحاول الشهر الاول كنضبط معاهم الامور كامله باش اننا نقدروا نمشيو بواحد الشكل اللي هو تلقائي وما نلقاوش بعض المشاكل، بزاف ديال المشاكل نحاولوا نلقاو لها حل في البدايه، واننا من تكونش بعض التوترات اللي انها غتاثر على النقطه ديالهم، حيت ما كيهمناش حنا ما كيهمنيش انا شخصيا ما كتهمنيش حاجه من غير ان الدراري يكون عندهم مستوى زوين ونقطه زوينه. فالحمد لله وهذا الشيء هو اللي كنت كنتابر من اجله، فالحمد لله حنا حصلنا عليه. حسام شخصيا واحد السيد اللي ما كيهموش الاشياء اللي كتصدر على المجتمع من المجتمع. علاش؟ لان كون كانت كتهمني هذه الاشياء ما غنوصلش لهذا ما غنحاولش انني نهائيا انني نتجرأ ونمشي ونقلب على مدرسه خصوصيه فين ندير حصص دعم للتلاميذ. فالعديد من المكفوفين اللي قراو معايا وتعايش معاهم فالان باقين عاطلين عن العمل، مثلا كاين بعض منهم اللي باقي عاطل عن العمل ولكن بسبب المجتمع ما قدرش انه يخرج ويواجه الواقع. فالحمد لله انا قدرت نواجه الواقع بفضل جوج الناس، الوالدين ديالي اللي كانوا من اطيب الناس وهما اللي ساهموا بفضلهم انني وصلت لهذا المستوى وكنوجه لهم الشكر. والحمد لله حتى الزوجه ديالي كانت من نعم الازواج اللي قدرت حتى هي انها تساندني ونوصل لهذا المستوى. كيدير معنا مجهودات جباره والله، ورغم انه دار عمليه وتعرض لحادث اللي كان خطير اللي يعني اثر على الصحه ديالو مزيان، ولكن بقى معنا عن بعد كيخدم معنا وما حسيناش بالنقص. احنا من شهر 9 وحنا خدامين معاه وما حسيناش بالنقص، بحال في الحصه بحال في الهاتف، يعني كنشكره بزاف والله. صديق ديالي واخي وكنقدرهم جميع الجو، ما قدرش اصلا نعوضوا على شي حاجه، واخا تعطي هذيك التعويضات ماديه يعني ما غينفعوا في والو. كنحترموا بزاف والله، كنحترموا اكثر من اي واحد، اكثر من مشاهد استاذ يعني ولادي. المعامله ديالو ما لانه شي واحد كيفكر لك انت قبل ما يفكر ليه هو.